نعمة من الله سبحانه وتعالى قدرنا نصنع الماي عار وبالبصرة، كان ظلينا بالضين نشرب ماي مالح. هو هذا طموح ابن البصرة؟ هو هذا الطموح ابن البصرة، نصنع ماي عار. ماي عار، المهم بخصوص المياه المالح، مو فقط مياه مالحة نعم، وإنما تسمم بالمياه، أكو تسمم ترى، اكو مو حالات فقط مياه تسمم ده مالحة، تصير. أكيد أكو حالات يعني اليوم تسمم، الناس اللي ما لأن عندها امكانية تشتري مي ارو، اليوم ده تشرب من هاي المياه المالحة، بالتالي اكو حالات تسمم ده تصير. اكيد احنا اليوم مياه المجاري جاي يصبوا مياه شط العرب، وماكو يعني لحد الان ماكو اي فد خبير فد مهندس اللي دزوه وشافوا لنا هاي القضايا، بان الانهار الجاي يصبوا مياه شط العرب هاي كلها مجاري، ماكو نعم، اماكن متخصصه للمجاري، وانما شط العرب بالتسمم المياه المالحه البزل مال انهر ايران جاي يذبون علينا مال المصانع، هذا جاي كله جاي يصب مياه شط العرب من غير المحافظات، المحافظات نفس الشيء مجاريهم جاي يصب عندنا، هذا كله تلوث وتسمم يسبب الامراض السرطانيه للمواطن العراقي. يعني اليوم الناس مو كافيها تلوث بيئي، نوب اليوم تلوث المياه، يعني مو كافيها اليوم أمراض سرطانية، نوب العالم ده تتسمم بالمياه، المياه المالحة شتا اريد اشتجين، وده اريد تنخبط وياها اشتجين المياه وفرج على المجاري. البصره، إن شاء اريد الله أنا عد اشتجين زيارة وفرج على قريبة البصره. البصرة وأشوف واقعها ها على أرض الواقع. الخدميه اريد احكي لك اذا تعطيني وقت شويه نعم، على البنيه التحتيه بالبصره وعلى الخدمات بالبصره، الخدمات بالبصره كلش معدومه، تعايمشي واخذك للاقضيه والنواحي، الاقضيه والنواحي كلش تعبانه، انا ما اريد اصور لك الشوارع الرئيسيه في البصره، احتمال الشغل بالإعلام أستاذ مثل ما نقول عقيل، الشغل.